في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على العالم أجمع، ثابرت جميع الكوادر العاملة في مركز وزارة التعليم العالي على إتمام العملية التعليمية حفاظاً وضماناً لحقوق طلبتنا الأعزاء وعدم ضياع سنة من أعمارهم الدراسية. ومن هذا المنطلق دأبت كوادر جامعة سامراء طيلة الأشهر الماضية على إنجاح العملية التعليمية التي تكللت بإتمام الامتحانات النهائية إلكترونياً. وقد واصل السادة المساعدون والعمداء ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة عملهم ليل نهار وبعمل دؤوب لتتويج كل ذلك بنجاح باهر لكل مجريات العملية الامتحانية رغم كل الصعاب والظروف القاهرة الحالية. وقد تمثلت الامتحانات في جامعتنا بالدراستين الأولية والعليا وضمن الإحصائيات الآتية: الدراسات العليا، بلغ عدد طلبة الدراسات العليا 246 طالباً وطالبة موزعين على كليتي التربية والعلوم الإسلامية بواقع 194 طالباً في التربية و52 طالباً في العلوم الإسلامية، توزعت على 6 أقسام في التربية وقسمين في العلوم الإسلامية، وبلغت نسبة المشاركة من الطلبة 99.3% من مجموع الطلبة إجمالاً. أما الدراسات الأولية فقد بلغ عدد طلبة الدراسات الأولية 5559 طالب وطالبة بنسبة مشاركة بلغت 97%. وقد تم اعتماد عدة برامج ومنصات لإتمام العملية الامتحانية وفق توجيهات وزارة التعليم العالي. الشكر كل الشكر للأخوة في الفريق الوزاري بكافة أعضائه الذين تابعوا إجراء الامتحانات بشكل يومي في جامعتنا، والشكر موصول لكوادر جامعة سامراء على جهدهم المتميز. ولا ننسى تقديم شكرنا لجميع طلبتنا الذين كانوا على مستوى المسؤولية، داعين الله لهم بالنجاح والتوفيق الدائم، وأن يحفظ بلدنا الحبيب من جميع الأوبئة وأن يزيل هذه الغمة عن الجميع. وختاماً، نتقدم لشعبنا الحبيب بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.